بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الطلاب الأعزاء، طلاب جامعة الجامعة الزكية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من المقرر Writing in Organizations، اللي هو الكتابة في المنظمات، أي مهارات الكتابة في المنظمات. المحاضرة الثانية بعنوان The Writing Process and Collaboration at Work، اللي هو عملية الكتابة والتعاون في العمل ما بين اللي هو الموظفين أو زملاء العمل داخل اللي هو التنظيم الإداري أو داخل العمل الذين يقومون به من ذلك معا. طيب، ننتقل اللي هو المحاضرة الثانية اليوم، اللي هو Writing a Process، عملية الكتابة، and Collaboration at Work. Lecture Outlines، اللي هو المفردات أو المفردات هذه المحاضرة. سوف نتناول 11 موضوع في هذه المحاضرة، عبارة عن عناوين فرعية: What is writing is and is not، ما هي الكتابة وما هي ليست كتابة في داخل التنظيم الإداري أو داخل المهنة المعينة. هذا هو The Writing Process، عملية الكتابة بتمر بخمسة مراحل. المرحلة الأولى اللي هو Researching، تقوم بعملية البحث، and Planning، التخطيط لعملية الكتابة إذا كان تقرير أو مذكرة أو أي كان، Drafting اللي هو السياقة أو تجهيز المسودة بالنسبة للتقرير أو المذكرة أو الخطاب، Revisioning أو اللي هو عملية المراجعة والتنقيح، أخيرا اللي هو الأديتنج، عملية التحرير. هذه هي مراحل عملية الكتابة. لاحظين العنوان، عنوان المحاضرة Writing Process، عملية الكتابة Writing Process، يمر بخمسة مراحل. الجزئية الثانية من المحاضرة اللي هو Collaboration at Work، اللي هو التعاون أو التعاون في العمل. The Writing Process اللي هو المرحلة الأولى Researching، Planning عملية التخطيط، Drafting اللي هو عملية الصياغة أو صياغة المسودة، الريفيوينج اللي هو عملية المراجعة أو التنقيح، يسموه الريفيجن أو الريفيجنينج اللي هو عملية التنقيح أو المراجعة، والأديتنج عملية التحرير اللي هو دي المرحلة الأخيرة في كتابة التقرير أو كتابة الخطاب أو حتى كتابة المذكرات والريبورت التقارير. العنوان السابع اللي هو نتحدث عنه الـ Collaboration is crucial to the writing process، اللي هو يعني التعاون أمر حاسم لعملية الكتابة. لابد ان يكون نوع من التعاون في عمليه الكتابه، بالذات في التيم ورك، في العمل الجماعي، موظفون في شعبه او في قسم معين لابد انه يتعاونون في عمليه الكتابه. التعاون نجي نشرح ونعرف انه كيف التعاون يكون هي امر حاسم في عمليه الكتابه. Advantage of the collaborative writing، بمعنى اللي هو هناك مزايا للكتابه التعاونيه، كون احنا الموظفون يتعاونون فيما بينهم في عملية الكتابة، هناك مزايا advantage، مزايا اللي هو في الكولابريتيف خاص بالتعاون في الكتابة. التسعة، العنوان التاسع نتحدث عنه اللي هو 7 guidelines for successful group writing، هناك سبعة مبادئ أو سبعة تعليمات أساسية توجيهية guidelines للكتابة الجماعية الناجحة، الكتابة successful group writing، كتابة جماعية ناجحة. عشرة اللي هو a source of conflict in the group dynamic and how to solve them، اللي هو مصادر الصراع، sources اللي هو مصادر الصراع في الconflict اللي هو الصراع، مصادر الصراع في ديناميكية المجموعة وكيفية حلها، how to solve them، كيف نحل اللي هو المشاكل الموجودة داخل ديناميكية الصناعة الجماعية. أخيرا الكمبيوتر supported collaboration اللي هو التعاون المدعوم بالحاسوب، التعاون المدعوم بالحاسوب. هذه 11 نقطة نتناولها إن شاء الله في هذه المحاضرة بالتفصيل وبإسهاب بمشيئة الله تعالى. طيب، بسم الله نبدأ اللي هو What is writing is and is not. As any begin your study of writing for the world of work, it might be helpful to identify some notions about what writing is and what it is not. بالتالي يعني عندما تبدأ دراستك للكتابة لعالم العمل بصفة عامة،
بالتالي قد يكون من المفيد انك يعني تحدد بعض المفاهيم حول ما هي الكتابة، انك تحدد ما هي الكتابة اصلا. انا يعني اذا عاوز اقدم خطاب او عاوز اقدم تقرير او اقدم اي عمل كتاب، ما هي الكتابة بطريق، ما هي الكتابة وما هي ما ليست كتابة. يعني ممكن يكون في كتابة لكن ما بتدي معنى، يعتبر هي ليست كتابة. طيب what is writing is؟ Writing is a dynamic process. It is not اللي هو static. الكتابة عملية ديناميكية وليست ثابتة. ديناميكية معناها متحركة، صحيح؟ الديناميك يعني شيء متحرك وليست ثابت. هذه الكتابة it enables you to discover and evaluate your thoughts as you carefully draft and revise. يعني الكتابة عملية ديناميكية وليست ثابتة، ليست ثابتة، هي عملية دايناميك متحرك، عملية متحركة. بالتالي يمكنك من اكتشاف، الكتابة بمكنك من اكتشاف الأفكار أو أفكار وتقييمها أثناء السياقة والمراجعة بعناية. أثناء السياقة اللي هو يعني carefully أثناء الدرافت، الدرافت اللي هو السياق أول سياقة المسودة، عن اللي هو ريفايس وعملية المراجعة. هذه هي كتابة يعني حتكون ناجحة إذا كان تقرير أو إذا كان مذكرة أو إذا كان خطاب. لابد إن هي يعني ما نفس الخطاب أن أتم كتابته، أتم كتابتها هي نفس الخطاب في المستقبل، لا، بيكون عمل ديناميكية متغيرة من حسب الأفعال، حسب المعلومات، حسب الريسيرشنج، حسب الحدث، وعلى حسب اللي هو المعلومات التي تم جمعها لكتابة هذه التقرير، بيختلف عن التقرير السابق. بالتالي هي شيء ديناميك. نمبر اثنين اللي هو a piece of writing change as your thought and information. اللي هو يعني القطعة الصغيرة من الكتابة أو اللي هو الجزئية من الكتابة تتغير مع تغير أفكارك ومعلوماتك، وأيضا تتغير من خلال نظرة الموارد كذلك. اللي هو change and as your view of the material changes. بالتالي أيضا الكتابة هي يعني القطعة من أول قطعة أو الجزئية أو اللي هو الدرافت، بتتغير مع تغير أفكارك ومعلوماتك من خلال تغيير الأفكار والمعلومات. والمعلومات من أين تأتي المعلومات؟ تأتي المعلومات من المرحلة الأولى من مراحل الكتابة اللي هو مرحلة السيرشنج أو مرحلة البحث، لأن أي بحث عبارة عن جمع معلومات. يعني عندما تريد أن تكتب تقرير أو تريد أن تقوم بكتابة مذكرة أو أن تريد تقوم بكتابة مقترح، لابد أنك تجمع معلومات عن تلك المقترح أو تجمع معلومات عن تلك التقرير حتى تساعدك هذه المعلومات في كتابة التقرير أو الكتابة المعينة للشيء المراد كتابته في المجال المعين. Writing takes time. اللي هو الكتابة تستغرق وقت. Yes, some people think that revising اللي هو عملية المراجعة، reviewing المراجعة and polishing are two time اللي هو يعني بتاخذ زمن، بتاخذ زمن، تستغرق زمن. يعني المراجعه والتلميذ تستغرق وقتا طويلا، long، تاخذ زمن. but poor writing او الكتابه الفقيره او الضعيفه او الكتابه السيئه، خلينا نقول الكتابه السيئه، but poor writing actually takes more time and اللي هو cost more money in the end. طيب ماذا تعني هذه الجمله؟ نشرح الكلام ده مره ثانيه، انه الكتابة بتستغرق وقت أو تستغرق وقتا. طيب يعتقد البعض إنه، بعض الناس يعتقدون إنه المراجعة بصورة مستمرة والتلميع بتستغرق وقت طويل جدا، لكن الكتابة السيئة البور، الكتابة السيئة أو الفقيرة في مضمونة، هذا هي اللي بتستغرق وقتا طويلا. يعني هي تستغرق في الواقع مزيدا من الوقت، وفي نفس الوقت هناك يعني وتكلف المزيد من المال، تكلف المزيد من المال والوقت في نهاية المطاف. بالتالي حتى إنه الكتابة بشكل جيد إذا استغرق وقت، قد يكون هذه لا تحتاج إلى يعني الكتابة تكون هي مغنعة، تكون هي بتعدي أو تحقق الهدف المنشود أو الهدف المعني. لكن الكتابة سيئة ويتم يعني الانتهاء منها في فترة زمنية
وجيزة، وقد تكون هي سيئة، سيئة بمعنى يعني غير مبني على معلومات معينة، ولا يعني يتعمل عملية المراجعة لهذه الكتابة، يعني من غير مراجعة ومن غير عملية تنقيح أو عملية تلميع، هذه يعتبر كتابة فقيرة أو سيئة، سيئة بمعنى عدم المراجعة أو عدم التنقيح، بالتالي تم الكتابة وتم إرسالها للريدرز أو للشخص المستقبل في هذه العملية، بالتالي هذه يسمى كتابة سيئة، بالتالي الوقت الذي استغرقه الكتابة لازم يتم فيه عملية المراجعة وعملية اللي هو التنقيح وبناء على معلومات معينة، بالتالي يكون هذه الكتابة كتابة يعني مقنعة ومحققة لأهدافها أو يعني المعلومات اللي هو أو المضمون الموجود داخل الكتابة، إذا كان تقرير أو إذا كان خطاب أو إذا كان أي كان من الكتابات، يكون هذه الكتابة كتابة يعني يعني صحيحة ومبنية على معلومات أو بيزن أوف ذا انفورميشن. معي رايتنج مينز ميكينج نمبر، إنه الكتابة تعني يعني أجزاء أو الكتابة بتعني جزء يعني من الندوات في الحكم، اللي هو writing means making a number of judgment calls you have chooses، تكون بعملية الاختيار to make to meet an audience's need، اللي هو بمعنى يعني وكل لديك عدد من الخيارات بتعين عليك اتخاذها لتلبية احتياجات الجمهور. اذا ده حزي يعني كتابة مجموعة من الخيارات من خلالها بتلبي احتياجات الجمهور، الاودينسز، الاودينس اللي هو الـ 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 القراء او المستمعون او اللي هو الجمهور بالنسبه لي اللي يصبحوا ريدرز هم في المستقبل للكتابه التي تقوم بكتابتها انت كموظف داخل الوظيفه او داخل المهنه التي تمارسها كموظف. Writing grows sometimes in pits and pieces and sometimes in larger، اللي هو الكتابه بتنمو جروس النمو بتنمو يعني احيانا في اجزاء واحيانا على دفعات اكبر، بالتالي it needs many revisions and early draft in never a final copy، بالتالي هذه الكلام يشير انه يحتاج الى العديد من التنقيحات، الريفيجن التنقيح او المراجعة بالنسبة للخطاب او الرايتنج، الكتابة انك تحتاج انك تعمل لها عملية مراجعة او عملية تنقيح، عن early draft يعني المسودة يكون مسودة مبكرة او عملية الصياغة للمسودة تكون مبكرة، is never a final copy اللي هو ليست نسخة نهائية ابدا، بالتالي ما تكون هي النسخة النهائية، يعني قبل النسخة النهائية لازم يكون في عملية تنقيح او عملية الدرافت وعملية التحرير، لكل عبارة عن مراحل بتمر بها عملية الكتابة، واخيرا بتصل انه الكتابة تكون هي ناجحة من خلال المراحل اللي نتحدث عنها ان شاء الله بعد قليل، المراحل اللي هو المتسلسلة لعملية الكتابة في المجال المعين، الان في العملية الكتابة الخاصة باي إن كان انواع الخطابات وانواع المراسلات المختلفة داخل التنظيم. What writing is not، ما هي انها لا تعتبر كتابة، عرفنا انه الكتابة في الجزئية الاولى انها لازم تكون منقحة ومراجعة، دي كلها عبارة عن كتابات، لكن هي مكتوبة وتمت تداولها لكن في الواقع هي ما كتابة، هي writing is not a mysterious process known only to a few، الكتابة ليست عملية قامدة، ليست عملية يعني القمط ليست عملية قامدة، بالتالي يعني لا يعرفها سوى قلة من الناس، هذا لا يعتبر كتابة، يعني هنا يعني إذا كان فيها نوع من القموط عدم التنقيح عدم المراجعة، even if you have not done much writing before you can learn to do it effectively، يعني واضح إنه حتى لو يعني لم تكن قد تم كتابة الكثير من قبل هذه الكتابة، بالتالي يمكنك يعني تقوم بالقيام يعني بذلك اللي هو بشكل فعال، وهذا هنا المقصود عملية المراجعة، يعني الكتابة لا بد أن يتم مراجعتها ويتم يعني إن لم تكن قمت بالكتابة من قبل لا بد أنك تمارس المرة الأولى المرة الثانية وتقوم بعملية المراجعة إلى أن يكون هذه الكتابة مقنعة ومعلوماتها معلومات حقيقية ومعلوماتها معلومات
يعني حلول لمشاكل، لأن المكاتبات والمراسلات عبارة عن كوميونيكيشن كما ذكرنا، تواصل داخل التنظيم الإداري، والتواصل هذا عبارة عن نقل المعلومات، والمعلومات هي بتساعد في اتخاذ القرارات، واتخاذ القرارات دائما عبارة عن حلول لمشاكل في التنظيم الإداري داخل المنظمة. بالتالي ما هي ليست كتابة إنما لا تكون هي قامدة، القمود، القمود العملية اللي هو writing is not اللي هو mysterious. كذلك writing is not simply following a magical formula. الكتابة ليست مجرد صيغة سحرية، magical اللي هو سحرية. successful writing requires hard work and thoughtful efforts, not simply following a formula. As if you were painting by numbers, writing does not proceed in some predictable way, where introductions are always written first and conclusion is last. Okay, إنه يعني الكتابة يقول هو ليست يعني حاجة بس مجرد حاجة سحرية، لكن لازم هم يعني يكون عندها عملية بتاع ترتيب. عملية الترتيب هذه يعني بيشير إنه واضح إنه دائما الانترودكشن المقدمة تكون يعني تكون يعني في الـ في 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 الاريا اللي هو في المقدمة، المقدمة تكون هي أولا، تكون هي فيرست، صح؟ المقدمة في الكتابة تكون فيرست، ان كونكلوجن تكون هي لاست. الكونكلوجن اللي هو نقصد به الخاتمة أو الاستنتاجات، الخاتمة لازم تكون هي في النهاية. يعني هذا يوضح إنه الكتابة هي ليست حاجة يعني سحرية، وإنك يعني كتبت خطاب والكلمات كانت منمقة وجذابة، وإن هذه يعتبر كتابة. لازم الكتابة يكون يعني الـ successful writing يتطلب إنها، أو الكتابة الناجحة ده يعني يتطلب إنه تكون يعني جهد وعملية شاق وكلام مدروس، وليست اتباع صيغة معينة. وكذلك يعني يكون في عملية الترقيم وعملية اللي هو التنقيح للكتابة، وإن تأتي بالمقدمة أولا والكونكلوجن الخاتمة في النهاية مرتبة، هذه هي عملية الكتابة اللي هو المعروفة. لكن خلاف ذلك هي is not writing، لا يعتبر هي كتابة، يعني فقط تم كتابتها وتم تقديمها، لكن في الواقع هي ما كتابة، لأنه لا يعني ليست مطبقة فيها اللي هو عملية، أو اللي هو المراحل الكتابية اللي هو العلمية للعملية الكتابية داخل المنظمة، لأن الكتابة داخل المنظمات بتختلف من الكتابة خارج المنظمات. أنك بتتعامل في تنظيم رسمي وهيكل تنظيمي رسمي من خلال وظيفة بتمارسها، لديك سلطات ومسؤوليات، بتكتب تقارير إذا كنت في وضعية في مستوى إداري مثلا وسط، بتتلقى أوامر وتعليمات إذا كنت في مستوى إداري يعني أدنى، وبتأتي أوامر وتعليمات إذا كنت في مستوى إداري أعلى. هذه كل يعني مواقع أو مناصب ومسؤوليات وسلطات إدارية داخل التنظيم، بيكون في كوميونيكيشنز أو هناك اتصالات بينك وبين اللي هو الوظائف المختلفة أو الموظفين، أو اللي هو يعني التنظيم الإداري المختلف داخل المنظمة. بالتالي لابد إن تعرف إنه الكتابة بطريقتها العلمية والطريقة الصحيحة حتى ويعني تتفادى عملية المشاكل، وفي نفس الوقت كتاباتك والخطابات والتقارير اللي بتتم كتابتها تكون تقارير فعالة، والفاعلية هي المقدرة دائما على تحقيق الأهداف اللي هو اللي بيتم وضعها من قبل الإدارة العليا. طيب ننتقل إلى اللي هو المراحل الخاصة بعملية الكتابة اللي هو الريسيرشنج. ده أول مرحلة عملية الريسيرشنج. في بداية المحاضرة ذكرنا إننا خمسة مراحل، which is very important، مهمة جدا. المرحلة الأولى الريسيرشنج، أنا قبل أكتب أي كان تقرير لابد إنه أنا أبحث. ريسيرشنج بيفور يو ستارت كومبوز أني إيميلز مومو letter, blog, proposal or report, you will need to do some search. يعني قبل العملية في المرحلة الأولى من عملية الكتابة الحصول على شيء يعني معين، أو اللي هو قبل القيام بعملية أي كان، يعني قبل أن تبدأ في الكتابة أو الإعداد أو تألف أي كان، بريد إلكتروني، مذكرة، خطاب، مدونة أو اقتراح أو حتى ريبورت، لابد إنك اللي هو تقوم بعملية، أو اللي هو ستحتاج إلى إجراء بحث. لما؟ لأنه البحث بيوفر معلومات،
وكتابة المذكرة والخطاب والبلوك والبروبوزل والريبورت بيزن اوف ذا انفورميشن، بناء على المعلومات. يعني ليس هناك يعني خطاب او مذكرة او تقرير ويتم كتابتها وهي غير مبنية على معلومات، لازم يكون مبني على معلومات معينة. بالتالي المرحلة الأولى من لابد يكون بعملية السيرش، عملية السيرش اللي هو السيرشنج. السيرش هذا الغرض الأساسي من السيرش أو من البحث هو توفير المعلومات، توفير المعلومات، والمعلومات هذه يساعدنا في شنو؟ يساعدنا في اللي هو كتابة التقرير. يعني المعلومات أيا كان، حتى عملية اتخاذ القرار، لأنه المدير اللي هو وظيفته الأساسية يعني اتخاذ قرار، وعشان يتخذ قرار القرار بناء على المعلومات، والمعلومات بتجي من وين؟ المعلومات بتأتي من خلال السيرش أو البحوث. طيب research is crucial to obtain the right information for your audiences. Information must be factually correct, timely, intellectually significant and appropriate. The world of the world of work is based on the combining information, the logical presentation and lower sensible interpretation of fact. بالتالي يعني ال 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 البحث هي أمر بالغ الأهمية. لما؟ للحصول على المعلومات الصحيحة للجمهور الأودينسز. ويجب أن تكون المعلومات هذه صحيحة من الناحية شنو؟ من ناحية واقعية، تكون معلومات correct اللي هو تكون معلومات صحيحة في الواقع وفي الوقت المناسب اللي هو تايملي، في الزمن أو في الوقت المناسب بالنسبة لهذه المعلومات، وذلك يعني يكون مغزى فكريا ومناسب ويعتمد على العمل على نقل المعلومات. يعني هنا يكون على نقل الانفورميشن شنو؟ يكون على نقل المعلومات اللي هو تم الحصول عليها من خلال البحث، نقل المعلومات، وكذلك العرض المنطقي والتفسير المعقول. العرض المنطقي اللي هو اللوجيكال برزنتيشن، لوجيكال برزنتيشن عرض منطقي عن تفسير معلومة، التفسير يكون تفسير معقول. هذه هي ما يعرف بمرحلة السيرش. يعني باختصار السيرش هو يعني قبل عملية كتابة كل شيء أو البداية في عملية الكتابة لابد أن أبحث سيرش. السيرش والهدف الأساسي منه توفير معلومات لكتابة تقرير أو كتابة مذكرة أو خطاب أو مدونة أو أي كان من اللي هو الأنواع المختلفة للكتابات داخل التنظيم الإداري. طيب المرحلة اللي هو داخل السيرش اللي هو don't even think you are wasting time، تقوم بإضاعة الوقت by not starting to write your report or letter immediately. Actually you will waste time اللي هو بتهدر الوقت and risk doing، بيكون في عملية بتاعت المخاطر أو تكليف المخاطر، doing a poor job if you do not find out of much as اللي هو possible about your topic. بالتالي يعني عندما لا تعتقد انك تقوم بعملية البحث بانك تقوم بإضاعة شنو؟ إضاعة الوقت. في الواقع سوف تضيع الوقت وتخاطر بالقيام بعمل سيء، العمل السيء اللي هو الكتابة السيئة أو الكتابة الغير المقنعة إذا لم تكتشف قدر الإمكان عن موضوعك. اكتشاف الموضوع بمعنى بيزن اون ذا ريسيرش، بناء على البحث. أنا بحث اللي هو عشان منها استنبط معلومات حقيقية، وبناء على المعلومات أقوم بكتابة التقرير أو أقوم بالكتابة المعينة أيا كان نوع الكتابة. بالتالي اكتشف قدر الإمكان أن اللي هو مهمتك، المهمة اللي بتقوم بها القراء وما يتوقع في المجال المعين. بالتالي طيب do some necessary research. طيب first find out the much as you can about your assignment and your اللي هو assignment اللي هو الواجب والمهمة readers and what they expect from your written work. Next اللي هو determine، تقوم بعملية تحديد اللي هو ال kind of research you must do together and اللي هو interpret the information your audience needs اللي هو المعلومات التي يحتاجها اللي هو الجمهور او المعلومات التي يحتاجها القراء او الريدرز في المجال المعين. بالتالي البحث هي عمليه مهمه، انه it's very important the first stage in the writing process. We are now talking about writing process. The first stage of writing process is researching. Researching that mean اللي هو عمليه البحث في المجال المعين. لما؟ لتوفير المعلومات وتساعدنا في عمليه التقاص أو سوري في عملية كتابة
التقرير المعين او اللي هو المذكره المعينه. طيب ننتقل للمرحله الثانيه. بعد ما قمنا بعمليه البحث وتوفير المعلومات عشان تساعدنا في كتابه تقرير او مذكره او مقترح او اي انواع الكتابه في المجال المعين، المرحله الثانيه اللي هو مرحله البلانينج اللي هو عمليه التخطيط. At this stage في هذه المرحله in the writing process your goal is to get something anything down in on paper or on your computer screen. انا في المرحله دي الهدف يكون شنو؟ الحصول على شيء او اي شيء على الورق او على شاشه الكمبيوتر اذا كنت بتكتب على جهاز الكمبيوتر. طيب for most writers اللي هو بالنسبه لمعظم الكتاب getting started is the hard part of the job but you will feel more comfortable and اللي هو comfortable اللي هو يكون مريح and confident يعني ذا ثقه once you began to see your ideas written down before your eyes. If it is always easier to clarify and criticize اللي هو بعمليه النقد and sometimes you can see. بالتالي التخطيط كوظيفه او كمرحله من مراحل عمليه الكتابه يعني لمعظم الكتاب، لمعظم الذين يقومون بعمليه الكتابات هو 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 البدء، هو يعني تقوم بجزء بتاع الوظيفه اول، لانه التخطيط انت بتضع فيه هو اللي هو الهدف اللي انت عاوز تحققه هدفك. يعني اي عمليه تخطيط مربوط بجولز، صحيح؟ انا بخطط انه عشان اصل لهدف معين وخلال فتره زمنيه معينه، ده التخطيط. لكن هنتكلم عن التخطيط لكتابه التقرير، يعني الهدف من التقرير او الهدف من التقرير. اذا كان التخطيط لمذكره، الهدف من المذكره لازم يكون عندي او لدي هدف معين من خلال التخطيط هذا. طيب عشان تشعر بمزيد من الراحه والثقه بمجرد انك تبدا في رؤيه، يعني تبدا برؤيه افكارك، الافكار المكتوبه امامك لكي يعني. وهناك مجموعه الانتقاد في كريتيكال، يعني في عمليه بتاعت النقد ممكن تنقد الى ان تصل ل اللي هو الهدف المعني او الهدف السامي من خلال اللي هو التقرير المعين او المذكره المعينه او الخطاب المعين في المجال المعين. بالتالي لابد من عمليه تخطيط. التخطيط بالتالي الهدف الحصول على شيء معين، الحصول على شيء معين في من خلال اللي هو التقرير او الخطاب الذي تقوم به. بالتالي المرحله الثانيه من مراحل اللي هو الريتنج بروسيس اللي هو المرحله الثانيه اللي هو مرحله شنو؟ نمره 2 مرحله التخطيط، مرحله التخطيط اللي هو من الرايتنج بروسيس. نتحدث الان عن مراحل عمليه الكتابه. طيب المرحله الثالثه من مراحل عمليه الكتابه اللي هو الدرافتنج، دي المرحله الثالثه. نتكلم عن يعني المحاضره مقسومه لجزئين، الجزء الاول رايتنج بروسيس، الجزء الثاني اللي هو ان كولابوريشن شنو ات ورك اللي هو التعاون في العمل. نتحدث عن المراحل، المرحله الثالثه اللي هو مرحله الدرافتنج او مرحله اللي هو السياقه او المسوده، سموه المسوده، صياغه المسوده. If you have done your planning carefully يعني اذا كنت انتهيت من عمليه التخطيط بعنايه، التخطيط انا حددت فيه هدفك، لانه التخطيط انه just we يعني identify our goals، بنحدد فيه الهدف اللي هو هدف التقرير المعين او هدف الخطاب او هدف الكتابه الذي نقوم بكتابتها. اول ما انتهينا بالتالي من الاسهل ان نبدا بالمسوده الاولى. يعني if you have done your planning carefully you will find it's easierly to start your first draft اللي هو العملية الخاصة بالمسودة. when you draft بالتالي عندما انت تقوم بعملية الدرافت او المسودة you convert the words and verses from your outlines. بالتالي يعني عندما تقوم بالمسودة تقوم بتحويل الكلمات والعبارات من شنو؟ من المخططات التفصيلية الخاصة إلى اللي هو الجانب الخاص، يعني بتحويل الكلمات اللي هو الأوتلاينز البرينستورمينج اللي هو الأسف الذهني ليست أور كولستريت جروبت إن شنو إن ذا بريجراف، بريجراف اللي هو فقرات إلى فقرات معينة. ثاني ديورينج درافتينج أس اللي هو الجانب الخاص elsewhere in the writing process you will see some overlap، بكون هناك في overlap as you look at your over your last online to shape your
دوكيمنت. بالتالي يعني تقوم بنت الاسفل الذهني او المجموعه المجمعه لفقرات اثناء عمليه الدرافتنج. الدرافتنج اللي هو الصياغه او عمليه المسوده كما هو الحال في مكان اخر في عمليه الكتابه. بالتالي يعني بتنظر الى الخلف، بالتالي المخططات والتشغيل عشان تشكل وظيفه او تشكل اللي هو دوكيمنت. دوكيمنت هنا اللي هو الوثيقه المعينه او المستند، المستند اللي هو المعين في المجال اللي هو اذا كان اي كان نوع من انواع المستندات اللي هو المعروفه بناء على الدرافتنج. الخطوه الثالثه الدرافتنج اللي هو نصديه اللي هو عمليه الصياغه لصياغه المسوده. يعني نقوم بعمليه السيرشنج في المعلومات، مخطط نحدد الهدف، والدرافتنج اللي هو العمليه تجهيز المسوده او تجهيز اللي هو البودي جسم الخطاب او اللي هو المضمون، مضمون الخطاب او مضمون التقرير او مضمون الكتابه ايا كان نوع الكتابه. دي المرحله الثالثه من مراحل عمليه الكتابه اللي هو من المراحل الرايتنج بروسيس اللي هو الدرافتنج. كي كويشن تو اسك يور درافت اللي هو في عدد من الاسئله الرئيسيه التي يجب طرحها اثناء المسوده، لانه المسوده هي او الدرافت هي يعني الجسم البودي بتاع الخطاب او بتاع المكتوب. بالتالي ادي الاسئله: ام اي جيفينج ماي ريدر تو ماتش تو ليتر انفورميشن، يعني هل اعطي قرائي او اللي هو الذين يقومون بقراءه اللي هو الدرافت دي يعني معلومات كثيره او معلومات قليله، ليتل انفورميشن يعني ماتش تو ماتش اند ليتل انفورميشن، معلومات قصيره ولا معلومات طويله. ده سؤال بسأل نفسي، هل انا يعني اعطي معلومات قليله ولا معلومات كثيره بالنسبه للقراء. الحاجه الثانيه، هل تنتمي هذه النقطه الى المكان، يعني بوينت اذا كان النقطة شولة علامة الترقيم، هل دي في المكان المعين؟ أنا بتكلم عن درافت البودي أو أن المسودة الذي أريد كتابتها. بالتالي أشوف أين أضع النقطة، أين أضع الشولة أو علامات الترقيم في الخطاب. كذلك اللي هو هل هذه النقطة ضرورية أو ذات صلة، يعني this point اللي هو necessary and relevant هي ضرورية أو ذات صلة في المكان المعين. وكذلك هل اكرر او اناغض نفسي، يعني يكون في تناقض في تكرار وفي تناقض، اناغض أنا يعني انتقد نفسي في داخل الكتابه اللي هو في المسوده. اخيرا هل انتهيت بشكل مناسب، يعني هل انا انتهيت بشكل مناسب بالنسبه للجمهور، هل عملت الخطاب كان هو مناسب بالنسبه للجمهور. دي كلها اسئله بطرحها لي من خلال المسودة أو من خلال الدرافت، لأنه الدرافت هو البودي أو الجسم بالنسبة لي اللي هو الكتابة. بالتالي بناء عليها أنا بضع كل اللي هو السياقة والجمل والترقيم والنكتة والشولة كل علامات الترقيم داخل الكتابة المعينة أو داخل العملية اللي هو الخاصة بالدرافت في المجال المعين. guidelines for successful drafts، في guidelines اللي هو نتكلم عن جايد لاينز، نتكلم عن توجيهات ومبادئ توجيهيه للصياغه الناجحه. يعني السكسسفول درافتنج، الدرافت لما يكون هو ناجح في مجموعه من المبادئ او مجموعه من التوجيهات الجايد لاينز ادله تخلي انه تكون الحاجه ناجحه. اول حاجه المسوده تكون مبكره early، in an early draft write the easiest part first، يعني الحاجه الاولى في المسودة اكتب الجزء الاسهل في الاول، easiest part الجزء الاول الجزء السهل، صح؟ الايزيست حاجة سهلة، الجزء السهل ده يكون في الاول، اكتب في بداية شنو؟ بداية المذكرة او بداية المسودة. الارشاد تاني عشان يكون المبادئ التوجيهية هي يعني الدرافت او المسودة هي ناجحة، يعني اثناء عمل المسوده اقوم بالكتابه مباشره. As you work on a letters اللي هو الخطاب او اي كان او الدرافت، write straight through واقوم بالكتابه شنو مباشره، اقوم بعمليه الكتابه مباشره. اول ما خلاص خلصتها خدت الجزء الاول في الجزء السهل في امام الدرافت او المسوده، اقوم كذلك بالكتابه مباشره. Don't worry about اللي هو spelling، يعني ما 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 يعني لانه في حاجه في مرحله ثانيه، يعني
هذه هنا لا اقلق، دوري لا تقلق بالسبيلنج، عمليه المراجعه وعمليه الاخطاء الاملائيه، كل يعني هنا لا اعطيها اعتبار في هذه المرحله. في هذه المرحله اقوم مباشره بعمليه الكتابه، اختار الجزء الاول واقوم مباشره بعمليه الكتابه. طيب ما هي المرحله التي اقوم فيها بمراجعه السبيلنج والاخطاء؟ ان شاء الله يعني حنتحدث عن تلك المرحله في اللي هو مرحله المراجعه، في المرحله الرابعه ثم المراجعه. طيب الموجه الثالث او الموجه رقم ثلاثة من المبادئ للسياقة الناجحة، allow enough time between draft، تالي أترك وقت كافيا بين المسودة حتى تتمكن من تقييم أو تتمكن من تقييم عملك بعين جديدة وعقول أصحاب، بالتالي يعني أترك وقت، allow enough time اللي هو between a draft، يعني بين المسودة والأخرى. get frequent outside opinions، نحصل على آراء خارجية متكررة. opinions اللي هو الآراء صح، أو ال opinions الآراء على الآخرين أو الرأي، outside من خارج اللي هو من خارج، يعني بحصل على آراء خارجية متكررة، بالتالي أعرض المسودة أو البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى زميل في العمل، بالتالي يعني هنا show email fax draft to co-workers، يعني بعد ما تقوم بتجهيز الخطاب او تجهيز اللي هو المسوده او البريد الالكتروني قبل ارسالها للشخص القارئ، من الممكن ان تعرضها لاحد الزملاء في العمل، اذا كنت مدير ممكن تعرضها للسكرتير، ممكن تعرضها لزملاء العمل في او المديرين الاخرين لاكتشاف الاخطاء او اكتشاف اللي هو اذا كان هناك صياغه غير، يعني الغرض الاساسي منه لتجنب الاخطاء او تجنب عمليه الاخطاء، لانه في بعض الاوت سايد اللي هو الناس من خارج اللي هو القسم او من خارج اللي هو الديبارتمنت، بالتالي يفيدوك بالمعلومات او الاخطاء او اذا كان في اي شيء هناك يراد التعديل. ده ايضا واحده من التوجيهات او من المبادئ التوجيهيه للسياقه الناجحه او لصياغه المسوده، هي تكون مسوده ناجحه. طيب خمسه ستارت كونسيدرينج، بالتالي ابدا بتفكير فيما اذا كانت العناصر المرئيه ستعزز جوده، قال اذا فيجوال would enhance تحسين the quality of your work and if so decide on what type and where best to inside them، بالتالي ابدا في التفكير فيما يتعلق بالعناصر اللي هو المرئيه الفيجوال الحياه المرئيه عشان يعزز جوده العمل، يعزز من الجوده، يعزز من جودة العمل أو جودة العمل معناته جودة الخطاب أو جودة المسودة اللي هو المراد، شنو المراد كتابتها للشخص الآخر، بالتالي لابد شنو لابد إنه أيضا أعرضها أو أقوم بعملية اللي هو المرئيات، وإذا كان الأمر كذلك اللي هو الأنواع والأماكن اللي بشوف هي الأفضل لإدراج تلك المرئيات، إذا كان يعني من الأفضل إنه أضع مرئيات أو أضع صور داخل المسودة أضعها لتحسين الجودة، وإذا كان غير ذلك أقوم فقط أكتفي بكتابة اللي هو المسودة من غير رسومات أو من غير اللي هو صور اللي هو الفيشوالز في المجال المعين. خمسة النقاط الأساسية اللي هو بتشير إلى أنه هناك يعني مبادئ أساسية بتشير إلى أنه الكتابة أو صياغة المسودة هي صياغة ناجحة أو نجاح المسودة أو نجاح عملية المسودة في المرحلة دي، هذه المرحلة الثالثة. طيب المرحلة الرابعة من مراحل اللي هو الرايتنج بروسيس أو من عملية الكتابة اللي هو مرحلة الريفيجنز اللي هو الريفيجنينج اللي هو عملية المراجعة والتنقيح، عملية المراجعة والتنقيح. لذلك احنا ذكرنا في المرحلة رقم ثلاثة انه don't worry about spelling، يعني لا نهتم بعملية اللي هو الأخطاء الإملائية، و لما؟ لأنه هذه المرحلة، المرحلة الرابعة مرحلة التنقيح والمراجعة، هنا أراجع الدرافت أو أراجع الكتابة إذا كان تقرير أو خطاب بصورة نهائية من كل الجوانب، من الناحية الإملائية، من ناحية اللي هو النقطة والشولة والفقرات وكل عمليات الكتابة أو كل الجوانب الخاصة بالساينتيفيك رايتنج عملية الكتابة العلمية في هذه المرحلة اللي هو مرحلة المراجعة أو مرحلة المراجعة. Revision is essential stage in the writing process اللي هو الكتابة أو المراجعة سوري، هي مرحلة أساسية في عملية الكتابة، مرحلة أساسية اللي هو essential
ستيتش، مرحلة أساسية في عملية شنو، في الرايتنج بروسيس، في عملية الكتابة. If required more than giving your work in another quick glance. بالتالي يتطلب الأمر أكثر مجرد إلقاء نظرة سريعة أخرى إلى عملك، يعني مش نظرة سريعة، هنا نظرة متعمقة، لأنه مرحلة مهمة جدا وأساسية في عملية اللي هو الكتابة، في عملية الكتابة. بالتالي اللي هو الجانب الخاص بالريفيو، don't be tempted to skip the revision stage just because you have written the required number of words or section of because you think you have put in too much time early. Revision is done after your produce a draft that you think conveys the appropriate message for your audience. The quality of your memo, letter or report depends on the revision you make now. حتى عملية المراجعة يعني لا تميل ان تخطئ مرحلة، يعني مرحلة المراجعة بيصح لك كل عملية الأخطاء أو كل الأخطاء، بمجرد أنك يعني كتبت العديد من المكالمات والأقسام، لابد أنك يعني تقوم بعملية المراجعة، المراجعة لأنه يقلل الأخطاء ويكتشف كل الأخطاء الموجودة في الدرافت. تتم المراجعة أيضا بعد إنتاج مسودة، يعني بعد ما خلاص إن المسودة أصبحت جاهزة وإن داير خلاص تحررها عشان تنشرها أو عشان تقدمها للريدرز أو للقراء أو للأودينس، بالتالي يتم مراجعة تنتقل الرسالة المناسبة، بالتالي يعتمد على الجودة يكون ممتاز اللي هو جودة المذكرة، إذا كان يعني ده الهدف، يعني ده الهدف من الهدف من عملية الريفيوينج أو اللي هو المرحلة الرابعة المراجعة، من جودة اللي هو المذكرة والخطاب والريبورت لازم يكون ذات جودة عالية، والجودة العالية بناء على اللي هو يعني الجودة الموجودة في الخطاب بناء على عدم الأخطاء، عدم الأخطاء اللي هو الموجودة في عملية الخطاب، هذه يسمى به عملية اللي هو الجودة أو الريفيو، عملية المراجعة أو الريفيجنز، المراجعة والتنقيح، المراجعة بغرض التنقيح، عشان كده يسمى في بعض الكتابات باللغة العربية تنقيح، تنقيح المسودة أو تنقيح الكتابة أو تنقيح عملية الكتابة في الخطاب أو في المذكرة أو في الريبورت أو في البروبوزل أو المقترح المعين. طيب المرحلة الأخيرة، قبل أن نمشي المرحلة الأخيرة نشوف اللي هو المراجعة، قالوا تعيد التفكير، يعني allow enough time to يعني ال to شنو to revise. Revise بمعنى اللي هو عملية شنو، إتاحة الوقت الكافي للمراجعة. طيب like planning or drafting revisions اللي هو التخطيط والمسودة والمراجعة is not done well in one big push. It اللي هو الجانب الخاص بانه التخطيط والصياغة صياغة المسودة لا تتم المراجعة بشكل جيد في دفعة واحدة كبيرة، بالتالي يتطور خلال فترة زمنية over the period of time، خلال فترة زمنية معينة. Make sure you budget enough time to do it carefully. بالتالي خلال فترة زمنية نأكد من أن هناك تخصيص الوقت الكافي للقيام بذلك في ثلاثة أشياء، اللي هو avoid drafting and reviewing in the one sitting. بالتالي تجنب الصياغة والمراجعة في جلسة واحدة، يعني ما أكون أنا أجلس جلسة واحدة وأقوم فيها بعملية اللي هو المراجعة والمسودة، لا لا، الدرافتنج يكون في سيتنج مختلف وعملية الريفيجن يكون في سيتنج مختلف. ask a co-worker or find familiar with your topic to comment on your work. الحاجة الثانية اللي هو نطلب من الزملاء في العمل، co-worker زميلك في العمل اللي هو او صديق مطلع على موضوعك التعليق على عملك، بالتالي زي يكون مطلع عنده خبرة في المجال، زميل في العمل اديه هو اللي هو الدراف او اديه هو اللي اعطيه الدراف او اعطيه الخطاب، يقوم بعملية المراجعة ويعطيني رأيه في هذه اللي هو الخطاب او هذه الريبورت قبل شنو، قبل نشرها او قبل اللي هو قبل نشرها او قبل ارسالها للقارئ. Plan to read your revised work more than once. ايضا خطط لاغراض عملك المنقح اكثر من مرة، يعني ما خلاص يعني اول ما انتهى الخطاب تقوم، لا تقوم بارساله، لا
تقوم بقراءة هذه الكتاب لأكثر من مرة. لما؟ لاكتشاف بعض الأخطاء إذا كان هناك أخطاء أو إذا كان هناك أشياء غير سليمة، لكي تقوم بتصحيح تلك الخطاب أو تلك المسودة في المجال المعين. Revision is rethinking، المراجعة تعيد التفكير. يعني مهمة جدا عملية المرحلة الرابعة دي، مرحلة المراجعة والتنقيح. عفوا، المرحلة الرابعة دي مهمة جدا. الريفيجن قال أيضا تعيد، شنو تعيد؟ عملية التفكير. When you revise، إنما تقوم بعملية المراجعة، you re-see rethink and reconsider، يعني تقوم بعملية شنو؟ تقوم بإعادة عرض المستند بالكامل وإعادة التفكير فيه وإعادة النظر فيه. Your entire document. You ask a question about the major issues of content, organizing tone and format. Revision involves اللي هو going back and repeating، عملية بتاعت الإعادة، a real step in the writing process. دائما اللي هو المراجعة تقوم بترحل الأشكال الأزيلة اللي هو الكويتشنز، بيكون بترحل الكويتشنز. لما الكويتشن هو الأزيلة الرئيسية للمحتوى والتنظيم والتنظيم الشكل إذا كان هناك بعض الأخطاء. بالتالي المراجعة بتضمن التكرار، يعني إذا كان هناك تكرار في بعض الجمل الحياة بتتجنبها، واللي هو في يعني إذا كان هناك أخطاء. بالتالي عشان كده عملية، لذلك عملية الريفيجن اللي هو بيعمل عملية بتاعت ري سينكينج، بمعنى اللي هو عملية إعادة شنو؟ أعمل لك إعادة تفكير، إعادة تفكير مرة أخرى. إذا كان عندك أي عملية يعني خطر ببالك، أشياء أخرى يعني تريد أن تضيفها في هذه الكتابة وفي هذه التقرير أو في هذه الخطاب، بالتالي بيخطر في بالك في بعد في عملية المراجعة، لأنه يعني بيعيد تفكيرك مرة أخرى لكتابة بشكل يعني مور اتراكتيف، أكثر جاذبية، أو بشكل منمق، أو بكلمات منمقة تكون أكثر إغناعا، لأنه الخطاب لازم يكون مغني. الخطاب أو الكتابة بشكل عام، خلونا نقول الكتابة بشكل عام لازم تكون هي مغنعة بالنسبة لي اللي هو القراء أو المتلقين لهذه العملية. أيضا الريفيجن مينس، هذا هو الحاجة الأخيرة في المراجعة. مينس اللي هو بيتضمن لي، أول اللي هو يعني بتعني لي asking again to questions you have already asked and answer during the planning and the drafting stage during the process. You will discover gaps to fill points to change and errors اللي هو الأخطاء، صح الأخطاء بتاع الايرور، كل الأخطاء to correct in your draft اللي هو بصحح الدرافت. revision advises you you second third or fourth chances، بديك فرصة المرة الثانية والثالثة والمرة الرابعة لعملية تصحيح أخطائك، اللي هو second third fourth، المرة الثانية والثالثة والرابعة to chance، فرصة to get think right for your audience اللي هو تصحيح عملية الأخطاء. take advantage of the document اللي هو تشوف المميزات بالنسبة للمستند اللي قمت بكتابتها. tracking options such as track changes in edit that allow you to see your editions cuts and moves in a different color. بالتالي حتى عملية المراجعة بتضيف أو بتعمل يعني بتقوم بعملية إنها يعني بتصحح الأخطاء المرة الثانية والثالثة والرابعة، وتستفيد من خيارات تبع المستندات مثل تطبع التغيرات وعملية التحرير اللي هو عملية الدرافت. الدرافت اللي هو جانب عملية الإيديت، عملية التحرير التي تتيح رؤية الإضافات والتخفيضات إذا كان في إضافة أو إذا كان في عملية بتاع التخفيض في الخطاب. هذه ما يتعلق بالريفيجنز أو اللي هو عملية المرحلة الرابعة اللي هو مرحلة المراجعة أو الريفيجن أو التنقيح. طيب المرحلة الخامسة في عملية البروسيس اللي هو مرحلة الإيديتنج. دي المرحلة الأخيرة يا جماعة، المرحلة الأخيرة والمرحلة الخامسة يسمى بمرحلة اللي هو الإيديتنج، عملية التحرير، تحرير الخطاب. editing is quality control for your readers، يعني التحرير هو مراقبة الجودة للقارئ الخاص بك. this last stage، هذه هي يعني قال last stage اللي هو المرحلة شنو؟ المرحلة الأخيرة. يدي المرحلة الأخيرة من مراحل الخطاب اللي هو مرحلة شنو؟ مرحلة التحرير، الـ editing، مرحلة أخيرة في العملية المعينة.
in the writing process might be اللي هو compared to deadlining and automobile so the preparation a dealer goes through to ready a new car for prospective buyers. Editing is done only after you are establish you that you have made all the big decisions about content and organizing, that you have said what you wanted to wear and how you intend for your audience. تالي التحرير مراقبة الجودة للقارئ الخاص يمكن مغادرة هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الكتابة بإنك يعني حتى إذا كان في شخص معين دار الأوتو موبايلز إذا كان سيارة أو أي سلعة معينة بالنوع المعين بالتالي بتقوم بعملية التحرير تحرير اللي هو الخطاب في المجال المعين من قبل اللي هو الديلير اللي هو التجار أو التاجر المعين إنه يعني ده فور اكزامبل لكن التحرير انه المرحله الاخيره والمرحله الاخيره دائما يعني بيكون هي مرحله مراقبه الجوده وفي نفس الوقت انه يعني ما تريد ان تقوله كلها ويعني جمعت معلومات انها في المرحله الاولى في السيرشنج ويعني خططت وحددت هدفك في المرحله الثانيه في مرحله البلاننج وقمت بعمليه اللي هو الدرافتنج الدراف اللي هو صياغه المسوده في المرحله الثالثه وقمت بعملية الريفيجن أو عملية الريفيو أو عملية المراجعة والتنقيح في المرحلة الرابعة وفي المرحلة الخامسة تقوم بعملية تحرير الخطاب تحرير الخطاب اللي هو كتابتها بشكل نهائي وإرسالها للأودينس أو الجماهير في المجال المعين بالتالي لابد يكون ذات جودة شنو ذات جودة عالية اللي هو يكون في مراقبة الجودة لما لأنها يعني قامت بعدد من المراحل وبدت من عملية السيرش إلى أن وصل لعملية التنقيح لذلك بالتالي اقوم بعمليه التحرير لانه تاكدت من كل الجوانب الخاصه في الخطاب او الكتابه المعينه او التحرير لعمل معين وهذا ما يعرف بالاديتنج او العمليه الخاصه به اللي هو ال 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 الكتابه التحرير طيب هنا اللي هو عندما تقوم بالتحرير سوف تعال يعني تتحقق من الحياه الاشياء الثالثه اللي هو الجمل واختيار الكلمات وعلامات الترقيم وكذلك القواعد والاستخدام والوضوح دي الحياة المهمة في عندما تقوم بتحرير اللي هو الجمل المعين أو عملية التحرير سوف تتحقق من الآتي من الحياة اللي هو الخمسة أمامنا collaboration ده جزئية تانية في المحاضرة اللي هو قلنا writing process عن شنو عن collaboration at work اللي هو التعاون شنو التعاون في العمل ده الجزء الثاني في المحاضرة طبعا collaboration is crucial to the writing process. بالتالي التعاون هي امر حاسم او امر ضروري لعمليه الكتابه لازم يكون الكتابه بعمليه التعاون بالتالي يعني في عالم العمل لابد انه يعني مهاره الكتابه مثل البحث والتخطيط كل الحياه دي نتكلم عن انه مهارات الكتابه مثل اللي هو البحث وعمليه التخطيط وعمليه اللي هو المسوده وعمليه المراجعه والتحرير كل الحياه دي بقوم يعني لازم يكون امنها يعني كانت عملنا لها ديسكشن في 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 الشابتر ده صحيح اللي هو في الجزء الاول بالتالي انه يعني حتى عمليه الـ 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 النجاح للـ للـ للجانب الخاص للكتابه وعمليه الكتابه لابد يكون في شنو عمليه شنو الكولابريشن الكولابريشن ويزوات اللي هو الكولابريشن اللي هو التيم التعاون ما بين شنو التيم او فريق العمل التعاون من فريق العمل هذا يقود لانه يكون في نجاح يعني حتى عمليه الكتابه يتم يعني التعاون هذا في الكتابه كولابريتيف كروشال تو ذا رايتنج بروسيس يعني حتى يعني التعاون حاسم لعمليه الكتابه في العمل بالتالي بده يكون في عمليه تعاون في الجانب الخاص بعمليه في العمليه الخاصه بالكتابه في المجال المعين هذه الفيجر ده بوضح لنا ده شكل بوضح لنا عمليه التعاون في العمل ما بين الافراد هذه هي منظمه او شركه اللي هو دي العمل ده الكولابريتيف رايتنج تيم رايتنج تيم اللي هو الناس التيم العمل لو كل الناس اللي بيفكروا مع بعض اللي هو بيفكروا مع بعض هم دي المجموعه من الناس بيفكروا موظفين داخل الشركه بيفكروا مع بعض في عمليه شنو في عمليه انه الخطاب او التقرير او اي عمليه الكتابه تكون بشنو تكون بجوده عاليه او تكون ب يعني مهاره عاليه تيم عدد الناس خمسه اشخاص في عمليه الكتابه الفكره مطروحه الناس تعمل برين ستورمينج اسف ذهني الى ان تكون الكتابه جيده
وبصورة مجودة، وذلك من خلال التعاون ما بين أفراد العمل. Advantage of the collaborating writing اللي هو مميزات الكتابة التعاونية، يعني التعاون في الكتابة collaborative، الكتابة التعاونية هو التعاون في الكتابة. مميزات شنو ال Advantage؟ أول حاجة building on the اللي هو collective talents، أول حاجة اللي هو يبني على المواهب الجماعية، يعني المواهب الجماعية دي لسه عدد من الأشخاص، كل زول عنده موهبة معينة، أو كل شخص سهري سهري. كل شخص لديه، أو كل أحد من هذه الأشخاص لديه يعني موهبة معينة، والناس تستفيد من خبرات بعض ومواهب بعض، إن يعني يخرج الخطاب أو اللي هو الكتابة أو التقرير أيا كان نوعه بجودة عالية أو بمفاهيم عالية جدا، تكون مقنعة بالنسبة للتيم العامل. طيب الحاجة الثانية والميزة الثانية من المميزات الخاصة بجودة اللي هو يعني إنه يكون هناك يعني الكتابة التعاونية، allow for اللي هو productive feedback and اللي هو critical، يسمح لرد الفعل والنقد. الكريتيو اللي هو ياكل النقد، النقد يكون بناء، يعني جاي من الكريتيزم، النقد عملية النقد، النقد اللي هو مقصود الانتقاد، الانتقاد يعني لو لاحظت هم 5 أشخاص ينتقدوا بعض وينتقدوا أفكار بعض ويتفقوا، يختلفون في أشياء ويتفقون إلى أن يصلوا للطريقة المثلى لكتابة اللي هو التقرير أو الكتابة الناجحة أو عملية الكتابة الناجحة، وذلك من خلال الانتقاد. الميزة الثالثة من العمل الجماعي اللي هو increase productivity and اللي هو saves time، يزيد من الإنتاجية ويوفر الوقت في نفس الوقت، زيادة في الإنتاجية وتوفير الوقت، يعني كل ما كان العمل جماعي بيكون في زيادة في الإنتاجية وبوفر وقت، يعني المجهود أنت لوحدك هتضيع وقت كتير إنك بتفكر في حاجة، لكن عندما يكون العمل جماعي قد يكون الشيء الذي تفكر فيه قد يعرفه من أحد الأشخاص الذين معك في المجموعة أو في التيم، بالتالي يعني يقلل من التفكير أو يقلل من الوقت أو الزمن الضايع أو الزمن المهدر. الميزة الرابعة ensures overall writing effectiveness، بالتالي يضمن بفاعلية الكتابة الشاملة، يعني نضمن بفاعلية الكتابة تكون كتابة شاملة. effectiveness اللي هو فاعلية، الفاعلية بمعنى المقدرة على تحقيق أهداف، أو يعني هي الكتابة أو الخطاب هذه فعال، فعال معناها يعني حققت هدفها المعين أو حقق الهدف المعني بالنسبة لها. 5 accelerate decision making time اللي هو بيكون في سرعة في اتخاذ القرار، سرعة في اتخاذ القرار decision making time اللي هو يعني السرعة في اتخاذ القرار، لأنه دائما اللي هو التردد أو التردد في اتخاذ القرار هو مضيع للوقت، صح، لكن أو التأخير في اتخاذ القرار برضو كذلك هي مضيعة للتايم للوقت، لكن إنما كان هناك تسريع سرعة في اتخاذ القرار، هذا اللي هو يحفظ الزمن ويحفظ الوقت، وهذا من مميزات العمل الجماعي او اللي هو الكولابريتيف ات وورك، او مميزات الكتابه التعاونيه اللي هو بشكل جماعي او بشكل الكولابريتيف ات تيم، التعاون في تيم العمل او اللي هو الفريق الجماعي. الميزه رقم 6 من المميزات اللي هو بوستس امبلوي مورال ان كونفيدنس، واي كونفيدنس وايل اللي هو ديكريسينج ستريس، اللي هو يرفع معنويات المعنويات والصيغة ويقلل من التوتر، يعني كل ما كان في عمل جماعي بيكون في رفع المعنويات، ده هنا رفع الروح المعنوية، هنا رفع من الروح شنو؟ الروح المعنوية بالنسبة للعاملين، ويقلل من شنو؟ يقلل من التوترات، يقلل من التوتر، بالتالي ديجريسينج اللي هو من الاسترس، يقلل من التوترات، وهذا نتيجة للعمل الجماعي أو نتيجة للتعاون أو العمل بتيم أو العمل عن طريق التيم ويرك أو العمل في عملية الكتابة أو التعاون في الكتابة من خلال فريق العمل. الميزة رقم 7 اللي هو contributes to customer services and satisfactions اللي هو يساهم في خدمة العملاء وإرضائهم. كل ما كان العمل جماعي بيكون ذات جودة عالية وذات إغناء، كل ما كان ذات جودة عالية وإغناء، وده هذا يعني بيرفع من يساهم في خدمة العملاء وإرضاء العملاء. وساتسفاكشن اللي هو دي الحاجة يعني كتابة للجمهور الخارجي، قد يكون هم العملاء أو قد يكون الكلاينتس أو الكاستمرز، بالتالي أقوم بإرضائهم من خلال الكتابة بشكل فعال، وذلك من خلال التيم ويرك أو من العمل الجماعي. 8 أفورت أ كرييتر أوبورتيونيتي تو
understand global perspectives، بمعنى يتيح الفرصة opportunity، الفرص يعني فرصة أكبر لفهم وجهات النظر العالمية. understanding global perspective، perspective اللي هو المنظور أو النظرة أو من وجهة نظر الإعلامية اللي هو الجلوبال، وهذا من خلال التيم ورك، ده واحد من المميزات المهمة للكتابة أو التعاون في الكتابة في المجال المعين. طيب العنوان رقم 9 في هذه المحاضرة اللي هو احنا تحدثنا عن في بداية المحاضرة نتحدث عن 11 موضوع، هذا الموضوع رقم 9 7 guidelines for successful group working، هناك 7 إرشادات للكتابة الجماعية الناجحة. يعني الثمانية تكلمنا عنها دي عبارة عن مميزات الكتابة الجماعية، وهذه هي 7 إرشادات. يعني الناس يعني تكون مميزة، تميز ما بين 8 مميزات للكتابة الناجحة و7 إرشادات أو guidelines أو اللي هو يعني إرشادات للكتابة الجماعية الناجحة. أول حاجة لابد من شنو؟ understanding. الحاجة الأولى understand and agree on the purpose audience scope organizational and deadlines in the report، اللي هو فهم والاتفاق على القرط والجمهور والنطاق والتنظيم والمواعيد النهائية للتقرير. ده واحد من اللي هو الإرشادات الناجحة. لازم احنا كتيم ورك كعمل جماعي، هنتكلم عن تيم سكسسفول تيم رايتنج، الكتابة عن طريق الجروب، نتفق على نفهم ونتفق اللي هو الاندرستاند ان 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 اجري على شنو الغرض من الكتابه، الديت لاينز حينتهي متين، السكوب النطاق نحن نتكلم عنه، الاورجنايزنج التنظيم، ان ديت لاينز فور ذا ريبورت اللي هو حتى عمليه اللي هو التاريخ او الزمن الذي يتم فيه عمليه اللي هو الكتابه في المجال المعين. طيب النمبر 2 أو الإرشاد نمبر 2 establish group rules early on اللي هو stake on to them، نضع قواعد المجموعة في وقت مبكر ونلتزم بها. يعني نضع قواعد المجموعة، إنه قواعد المجموعة إحنا قواعدنا لكتابة هذه التقرير أو هذه الكتابة عبارة عن 1 2 3 و to commitment to this اللي هو البروسيجرز، انه نلتزم بتلك القواعد كلنا كافراد او كتيم ورك داخل المنظمه. بالتالي ده واحد من الارشادات الناجحه. 3 put the good of the group ahead of the individual egos، بالتالي يعني نضع مصلحه المجموعه قبل اللي هو المصلحه الفرديه او القرار الفردي. يعني تقديم مصلحة المجموعة على مصلحة الجماعة، باختصار نقدم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية، المصلحة الفردية بالنسبة للفرد المعين في المجال المعين. أيضا agree on the 4 agree on the groups organizations اللي هو نتفق على تنظيم المجموعة، يعني ما يكون في هناك خلافات ما بين الأفراد، بين لابد يكون هناك يعني اتفاق ما بين تنظيم أو اللي هو التنظيم الخاص بالمجموعة. بالتالي ده واحد من الإرشادات للكتابة الناجحة من خلال الجروب، من خلال اللي هو الجروب ووركينج، الجروب رايتينج او الكتابه الجماعيه. نمبر 5 ايدنتيفاي ايتش ممبرز ريسبونسبيلتي اللي هو بريسايسلي، ثاني تحديد مسؤوليات كل عضو بدقه. يعني عندما يعني يكون العمل جماعي والكتابه جماعيه يكون هناك اجتماع اولي وتحديد مسؤوليات او التكليفات لكل شخص او لكل فرد داخل المجموعه بدقة، بالتالي كل فرد يقوم بعملية ما عليه من مهام وتكاليف في التقدير المعين أو في الكتابة المعينة. بالتالي ده identify each member's responsibility مسؤوليته اللي هو precisely بدقة في المجال المعين. نمرة 6 provide clearly and positive feedback at each meeting and for each part of the report in the group اللي هو prepares. بالتالي يعني تقديم ملاحظات واضحة وإيجابية في كل اجتماع ولكل جزء من التقرير الذي يعني تعده المجموعة المعينة. بالتالي نقدم شنو؟ نقدم ملاحظات واضحة، يعني ملاحظات ليه؟ الملاحظات هذا يكون فيها تنقيح ويكون فيها جذب ويكون فيها النقد كريتيكال إلى أن المجموعة تصل ل اللي هو الاتفاق أو لحاجة معينة، وهذه من الإرشادات المهمة جدا في العملية الخاصة بالكتابة الجماعية. أخيرا نمرة 7 اللي هو فولو أن، لأنه هو قال 7، هناك 7 إرشادات صح؟ والصحيح هذه هي النمرة 7 والأخير follow and agreed on timetable اللي هو بمعنى
اللي هو جدول زمني سموه تايم تيبل، بات ليف روم فور فلكسبيليتي، لكن في نفس الوقت لكن اترك مجال للمرونه. للمرونه يعني حددت ديدلاين تايم تيبل انه تنتهي في خلال شهر او شهرين، اذا كان هناك بعض الظروف لعدم اكتمال لازم يكون في فلكسبيليتي. فلكسبيليتي اللي هو المرونه، او اللي هو لازم يكون هناك المرونه في العمليه، العملية الإدارية، لأن الإدارة كلها قائمة على شنو؟ على المرونة، على المرونة في المجال المعين. هذه هي 7 نصائح أساسية بالنسبة للجانب الخاص بالكتابة الجماعية في المجال المعين. طيب العنوان رقم 10 في هذه المحاضرة اللي هو Sources for Conflict in the Group Dynamics and How to Solve them، مصادر الصراع. Sources مصادر Conflict الصراعات، الصراع في ديناميكية المجموعة وكيفية حلها. طيب The sources of collaborative writing depends on how well the team in اللي هو in interacts. They have to meet and plan before they can even begin اللي هو researching, set ground roles, decide on the responsibility at work together on solving problems and come up with solutions. Document discussions and criticism اللي هو عملية المناقشة والنقد are essential to the process of creating any successful document, report, proposal إلى آخره. بالتالي يعني الكتابة الناجحة دائما، المصادر السرعة في الكتابة الناجحة، الفرق يجب أن يجتمعوا ويخططوا قبل يتمكنوا حتى في عملية البحث. بالتالي عدم الاجتماع وعدم التخطيط يولد نوع من شنو؟ نوع من اللي هو نوع من الجانب الخاص بالصراعات المعينة. A conflict can even help the group generate an refined idea leading to later organized and more carefully written document. تالي يمكن أن يساعد التعارض، يعني التعارض هذا مرات يكون لديه فوائد. الصراعات هذه يكون الصراع ممكن يكون صراع إيجابي، ممكن يكون صراع إيجابي، يعني يساعد المجموعة في تكوين الأفكار وتحسينها. يعني أنا نحن نصارع مع بعض، لكن صراع إيجابي في الأفكار لتحسين وضعية المنظمة وتحسين وضعية الكتابة التي تساعد المنظمة لتحقيق أهدافها، مما يؤدي إلى يعني مستند منظم بشكل أفضل ومكتوب بعناية وقت. يعني شو هنا الكونفليكت؟ يعني معناته الصراع إيجابي، الصراع دي قال to help group، يساعد المجموعة to generate، يولد يعني أفكار جيدة، وفي نفس الوقت اللي هو يؤدي إلى مستند منظم يكون فيه organized، يعني organized منظم، and more carefully written document، بالتالي يعني بشكل أفضل ومكتوب بعناية أكبر. هذه من خلال الصراعات، لكن الصراع هذه هنا صراع، يعني الناس تفهم هنا الصراع صراع إيجابي وليس صراع سلبي. الصراع من أجل تحسين وضعية الكتابة أو تحسين وضعية المستند إذا كان تقرير أو إذا كان مقترح أو إذا كان مذكرة. نتصارع كمجموعة فيما بيننا من أجل اللي هو الخروج بأفضل أنواع الخطابات أو أفضل أنواع التقارير في المجال المعين. Okay. But when a conflict translates، يعني عندما تترجم الصراع إلى تعسر أو قرور، بالتالي بيكون فيها مجموعة من التعسرات. بالتالي everyone in the group must agree اللي هو beforehand on their working policies of group اللي هو dynamics. بالتالي يعني يجب أن يتفق يعني كل فرد في المجموعة مسبقا على 3 سياسات عمل صارمة لديناميكية المجموعة. يعني في حياة صارمة مهمة جدا. أول حاجة individuals must seek and adhere to group، لابد يكون شنو؟ يجب على الأفراد السعي والالتزام بإجماع المجموعة. الحاجة الثانية اللي هو comprise maybe اللي هو first of all even necessary to meet اللي هو deadline. بالتالي قد يكون من المستحسن التوصل الى حل وسط، ان يكون ضروري للوفاء بالموعد النهائي وفي اللي هو مواجهة الموعد النهائي. 3 if the group decide to accept compromise to group leaders final decision to on solving conflict must be accepted. بالتالي اذا قررت المجموعة قبول حل وسط، فيجب قبول القرار النهائي لقائد المجموعة بشأن حل اللي هو النزاعات او الصراعات المعينة في المجال المعين من خلال المجموعة النهائية. طيب ننتقل للإصطلاح اللي بعده، common problems practical solutions، مشاكل شائعة وحلول عملية. طيب
Following are some common problems in group dynamics with a suggestion on how to avoid or solve them. يعني فيما يلي بعض المشاكل الشائعة في ديناميكية المجموعة، يعني كون انه يكون الكتابة في مجموعة، هناك مشاكل شائعة، ما اقتراحات حلول في مشاكل، يعني في مشاكل في اللي هو الجانب الخاص بالكولابريتي في العمل بالمجموعة، وفي حلول لكل مشكلة وضع له حلول معينة، حلول علمية. اذا كنت بتعمل في مجموعة واجهتك تلك المشكلة، ما هي الحلول؟ ان شاء الله نعطي عدد من فور اكزامبل، يعني نادي عدد من المشاكل وعدد من الحلول لكل مشكلة في حد ذاته. طيب resisting اللي هو construction criticism، اول حاجة مقاومة النقد البناء. طيب دائما في الـ في الـ في الـ في الـ في العملية الخاص بالمجموعة بكون في انتقادات، والانتقادات بيكون بناء، يعني انت بتطرح فكرة ويقوم احد الاشخاص الزملاء في المجموعة ينتقدك، وانتقاده كان بناء، يعني مبني على حاجة معينة وصحيحة، ولكن انت تقوم بمقاومة تلك النقد. دي واحدة من المشاكل المجموعة، لابد انك تتقبل النقد البناء، يعني ما كل نقد يتقبل النقد، لازم البناء معناته مبني على حاجة معينة. طيب اذا واجهتك مثل هذه الاشياء، ما هي الحل؟ بالتالي الغاية طوال السوليوشن انه يعني الليدر اول قائد المجموعة دي، قد يعني ينقذ المجموعة، يعني المناقشة، يعني يسيطر على المناقشة بحكمة، ويستي موف تو ديسكشن، يعني يسيطر على المناقشة بحكمة، ويدي فرص لكل اللي هو الأشخاص الذين لديهم انتقادات بناء. دي واحدة من اللي هو المشاكل، والحاجة مقاومة اللي هو النقد، ومقاومة النقد البناء. بالتالي لابد من اللي هو القائد ان ينقل المجموعة لمناقشة بحكمة الى قسم اخر او مستند اخر او قضية اخرى، يخلي انه القضية فيها جدل لا تاخذ زمن اكثر من ذلك في العملية الادارية. المشكلة الثانية اللي هو giving only اللي هو negative criticism، توجيه النقد السلبي فقط. يعني في بعض الناس في المجموعة فقط اللي هو هدفهم الاساسي توجيه النقد السلبي، يعني نقدهم ما مبني على حاجه، ما في عنده اي حاجه ايجابيه، كلها عباره عن نقد سلبي في العمليه الاداريه. بالتالي اللي هو يعني الحلول في هذه الزول بيقدم النقد السلبي ده، بالتالي لابد يكون يعني يشرح الحلول، وطالما هو نقد سلبي احنا يعني لابد انه يكون يشرح المشكله، وين المشكله ده؟ طالما انت اللي هو يعني الحل النقد السلبي، الايديا كل افكار عباره عن سلبيه، الحل انك تطرح شنو؟ تطرح المشكله المعينه، بالتالي تورونا يعني نعطيك الفرصه، ما هو الصح؟ ما هو الحاجه الايجابيه في المجال المعين؟ هذا هو الحل، السوليوشن بالنسبه لي اللي هو المشكله الثانيه او المشكله رقم اثنين، جيفينج اللي هو اونلي نيجاتيف كريتيسيزم. دومينيتنج ميتنج، الهيمنه على الاجتماع. في بعض الناس بتهيمن الاجتماع، يعني بعض الافراد يتهيمن ياخذ الفرصه، يعني ولا يعطي فرصه للاخرين، يتهيمن عاوز يتكلم في يعني اكثر من نص من الاجتماع، يتهيمن هو في زون الاجتماع وتحدث هو لوحده. هذا هو نوع من المشاكل. الحل يجب على الغايد ان اخبار المجموعه بمشاركه جميع الاعضاء. الحل هنا السوليوشن بالنسبه لغايد المجموعه، شوت ليت ذا جروب نو ذات ذا اللي هو بارتيسيبيشن اوف اول ممبرز، انه يعني يقول انه والله يا اخي هذا الاجتماع يجب انه يكون في بارتيسيبيشن، مشاركه من كل الاعضاء او من كل الممبرز في مجال معين. هذا هو الحل المعين للمشكله بتاعت اللي هو الهيمنه على الاجتماع. المشكله الرابعه اللي هو ري فيسينج تو بارتيسيبيت، اللي هو يعني رفض المشاركة، يعني رفض المشاركة بمعنى انه حاج بعراك يعني في بعض الناس انه بيكون موجود في الاجتماع لكن يرفض انه يشارك، يعني يرفض انه يشارك بأي رأي من الآراء، فقط يكون هو مستمع. واحدة المشاكل يعني، بالتالي يعني لذلك الحل اذا لم تكن متأكد اللي هو feel yourself، اذا متأكد انه بنفسك انك عندك نقطة معينة، هو في بالتالي تحدث على عضو المجموعة، يعني تكون انت عضو المجموعة، لابد انك شنو الحل؟ انك لابد انك تتحدث كعضو من اضواء كعضو من اعضاء المجموعة المعينة، لابد انك انت تتحدث. رفض المشاركة هذه يعني القائد الليدر يجبرك لانك تتحدث في المجال المعين، تعطي رايك، لابد انك انت تشارك في هذه العمل الجماعي، ما يسمى بالتيم ويرك.
طيب المشاكل دي كلها عبارة عن أمثلة شباب، عبارة عن مشاكل وحلول، يعني مشاكل في العمل الجماعي، وهذا يواجهكم في العمل إن شاء الله في المستقبل، بتلقوا إنه في مشاكل في نفس المشاكل. المقاطعة اللي هو الانتربتنج ويز المشاكل، مع المشاكل المقاطعة مع الأزياء المستمرة، انتربتنج ويز اللي هو ان سيشن كويتشنز، المقاطعة مع الأزياء المستمرة، في أحد يتكلم يعني يعطوك الفرصة انك تتكلم، بتلقى انه عدد من الاشخاص يقاطعوا في الكلام، مهمتهم فقط قبل ان تكمل حديثك تجد انه احد الحاضرين او احد اللي هو المجموعة يقاطعون هذه الحديث الذي تقوله. بالتالي هنا الليدر او القائد يوجه انه يعني عدم المقاطعة بالحديث، وتوجه له أسئلة، حتى توجه للشخص الذي يقوم بالمقاطعة تقول please and attempt to answer your owing questions، يعني حد هتوقفه وتقول له يا اخي، وتقول له طيب قم باجابه الاسئله التي طرحتها انت اللي هو من خلال مقاطعه الشخص المعين، هذا هو الحل للحلول مشاكل الحلول، بقوم بغايه كل الحلول اللي هو من مهمه قائد المجموعه، يعني الليدر، يعني كل مجموعه بكون لديه ليدر اللي هو قائد معين، بالتالي قائد المجموعه هو الذي يطرح الحلول بالنسبه للاشخاص الحاضرين في المجال المعين. inferring small details out of problems، بالتالي تضخم التفاصيل الصغيرة بشكل غير متناسب، تضخيم تكبير يعني inflating small details out of problem، بالتالي أيضا ده واحدة من المشاكل رقم ستة. والحل إذا يعني كان هناك يعني بالتالي يعني نشوف القضايا الأكثر شنو الأكثر أهمية، شوف هنا the leader should remind the group about the bigger اللي هو pictures at the الحياة اللي هي تصور كبير اوكشن زي ذا bigger picture اللي هو caution them to stay on track، شوف اللي هو الاخطاء وين. بالتالي لما تضخم التضخيم واحدة من المشاكل اللي هو بتواجه المشاكل والحلول برضو لدى الغايه في المجال المعين. كذلك رقم سبعة being اللي هو overly deferential to avoid conflict اللي هو المبالغة في الاحترام لتجنب الصراع. بعض الناس يعني يحترمون القائد او يحترمون الاشخاص او ما بخش في يعني لا يريد ان يدخل في صراعات، مبالغة في الاحترام، بالتالي انك لا تتردد، يعني المبالغة في الاحترام يعني يقود اللي هو الفرد في المجموعة او العضو الممبر في المجموعة انه لا يتحدث نهائي في القرب في المجموعة المعينة. بالتالي هذا اللي هو يعني الحل اذا عندك، يعني اذا لديك في الفري يعني اذا عندك او لديك الافكار لا تتردد في الفري تو اكسبريس يور اوبينيونز، اللي يقول اللي هو لا تتردد في اللي هو عن رايك الذي عاوز تقوله. في بعض الناس عندهم اراء يعني يحتجبوا او يحتفظون بتلك الاراء ويتحدثون الاراء بعد ما انتهاء الاجتماع، لا، لابد انك تتحدث بارائك داخل شنو داخل الاجتماع او داخل العمليه الاجتماعيه. not respecting cultural اللي هو differences عدم احترام الاخلاقيات الاختلافات الثقافيه، يعني في اختلافات ثقافيه، وكما تحدثنا انه لابد انك تحترم الاختلافات الثقافيه لانه بتعمل في شركه من جنسيات واشخاص مختلفه وتوجهات ثقافيه مختلفه، بالتالي الحل انك لابد انك تحترم اللي هو الحساسيه الثقافيه وتحترم كل اللي هو الكلتشرال اللي هو الجانب الخاص بالتنوع الثقافي، ده واحد من الحلول يعني احترامك ليه. بالتالي but group leader must also ensure يقوم يؤكد ذات diversity اللي هو التنوع الثقافي is the low hundred and in the anyone اللي هو does not he or may write that person up. بالتالي ده واحد من الحلول يعني اللي بيقوم به هو القائد او الليدر فيما يتعلق بعدم احترام الاختلافات الثقافية. ابتزع violating اللي هو confidentiality بمعنى اللي هو السرية، انتهاك السرية. طيب انتهاك السرية بمعنى يعني في ناس بينتحكوا السرية، سرية المعلومات ينقل إلى جانب آخر، بالتالي looking اللي هو information about the personal issues product producer or اللي هو operational is resources involved in the work of the web. السوليوشن هنا الحل بيكون شنو؟ قالوا ما يكون انتهاك السرية عملية سلبية ويقود للفصل، يقود للفصل اللي هو فصل اللي هو العضو من اللي هو عمل يعني انتهاك السرية، بمعنى يعني لا تحافظ على السرية، بالتالي ده بقودك للفصل من العمل، لكن قبل أن تقود الفصل من العمل لابد أنك اللي هو تتحرى أو تجمع معلومات عن تلك اللي هو
الأسباب التي خلت أن هناك يكون في إفشاء أو انتهاك للأسرار. وأنت كغايد ليدر شود إمفاسايز أنه بتأكد the way اللي هو why and how and when of confident اللي هو confident شيلتي اللي هو الجانب الخاص بعملية السرية في المجال المعين. أو يجب على القائد التأكد على الأسباب السرية وكيف يتم ذلك ومتى في العملية الخاصة بالعملية السرية. المشكلة الاكزامبل رقم 10 والأخير not finishing on time or submitting an incomplete document اللي هو عدم الانتهاء في الوقت المحدد أو تقديم مستند غير مكتمل. تقديم مستند غير مكتمل بذلك يعني الالتزام بالموعد النهائي المحدد هو من أهم التزامات الجانب المعين. بالتالي يعني لابد أنه الأفراد أو الأشخاص أو كمجموعة يلتزمون بالعمل ويلتزمون بالموعد المحدد لانتهاء العمل في المجال المعين. بالتالي الحل يمكن لغاية المجموعة اللي هو عبر إذا كان عبر البريد الإلكتروني الإيميل أو عن طريق اللي هو أي كان من المراسلات كيب ميمبرز اللي هو يقوم يدي الأخبار أو يعني يراسل الأخبار يعلنهم أبديت أوف سبروايد إن ذا ongoing communication and questions اللي هو يخبرهم بانه هنا تحديث الاعضاء باستمرار او توفير الاتصالات او الاسئله المستمره لتجنب او نتجنب امر الخاص بالتاخير في تسليم العمليه المستند الاخير او في الجانب الاخيره. هذه من المشاكل بالتالي لابد ان يريد ان يكون لها حلول من قبل القائد او المدير المعين. كمبيوتر سبورتد كولابوريشن ده العنوان الاخير اول اللي هو اخيرا نختم بالكمبيوتر اللي هو supported collaboration اللي هو التعاون المدعوم بالكمبيوتر او التعاون المدعوم بالجانب الخاص بالكمبيوتر في المجال المعين. طيب to be successful writers employees must be اللي هو proficient in using multiple types of collaborative software system otherwise known as groupware. تالي يكون الكتابات او الكتابه عمليه الكتاب ناجحون في المتعلق بهذا الجانب يجب ان يكون الموظفون بارعين في استخدام انواع متعدده من انظمه البرامج التعاونيه. يعني الكمبيوتر لازم عنده انظمه البرامج التعاونيه لازم تكون انت بارع في هذا النظام. اول معرفه باسم البرامج الجماعيه يكون عندك معرفه باسم برامج جماعيه وهذا يقود يعني التعاون يعني هذا يعني نفس انواع التعاون اللي هو بتاع الكولابريتيف لكن مدعوم بشنو بدون اللي هو الكمبيوترايز اللي هو بالجانب الخاص بالكمبيوتر في المجال المعين او في المجال الخاص بالكمبيوترايز في المجال المحدد. طيب advantage of computer supported collaborations مزايا التعاون المدعوم بالحاسوب. طيب في تعاون مدعوم بالحاسوب ما هي مزايا التعاون المدعوم بالحاسوب؟ هناك كولابريتيف اونلاين offer significant advantage to both employee and workers اللي هو الناس العاملين واصحاب العمل. here are some of those benefits هناك اللي هو دي المنافع المزايا او الفوائد. طيب the first one is increased opportunity to meet باللغه العربيه معناها زياده فرص اللقاء. ليه؟ لانه الان معظم الناس التعاون كومبيوترايز غادي يكون شنو؟ غادي يكون فيرشوال اللي هو معناه حاجه معناه افتراضيا صح؟ وافتراضيا لا تستطيع ان يعني أن تتواصل بطريقة افتراضية إلا عن طريق شنو الكمبيوترايز أو عن طريق اللي هو الأجهزة الحديثة أو عن طريق اللي هو التطورات الحديثة المجال. بالتالي ده واحد من الفوائد التعاون عبر اللي هو من فوائد التعاون المدعوم بالحاسوب اللي هو فرص الجانب الخاص به اللي هو زيادة فرص اللقاء. وده فرص اللقاء يعني هيكون فيس بعد يعني في التراديشنال بيكون فيس تو فيس عن طريق الميتينج. هنا الميتينج حتى يكون عن طريق اللي هو الفيرشوال أو عن طريق الافتراضي. نمبر 2 اللي هو reduce stress in the updating new groups members اللي هو تقليل الضغط في تحديث اعضاء المجموعه الجدد. يعني اذا انا عاوز احدث اعضاء المجموعه يعني بقلل لي من الضغط. الكمبيوترايز من فوائده بقلل من الضغط بقلل الضغط في تحديث اعضاء المجموعه يعني بالتالي يجذب اعضاء الفريق الجدد بكفاءه وسرعه للمحادثه المستمره مما يوفر الوقت والجهد. يعني بيوفر لنا التايم الوقت والجهد بالنسبه لشنو؟ بالنسبه لي اللي هو اعضاء الفريق. لما؟ لانه يعني التواصل بيكون كومبيوترايز او اللي هو افتراضي او عن طريق اللي هو مدعوم بالحاسوب والعمل يكون اكثر او اقل سوري اقل يعني يعني مردود عملي من الجانب الخاص به اللي هو التراديشنال التقليدي او الغير كومبيوترايز او الغير مدعومه بالحاسوب.
نمبر ثلاثة اللي هو نمبر 3 اكسباند اوبشنز تو كوميونيكيت وورلد وايد، اللي هو توسيع الخيارات للتواصل في جميع أنحاء العالم. توسيع الخيارات اكسباند اوبشنز في جميع أنحاء العالم، هذا وبالتالي فيه جانب شنو؟ جانب الخاص بشنو؟ بالفلكسبيليتي، المرونة، في جانب الخاص بالمرونة في الاتصال بأعضاء المجموعة في أي مكان، يعني في أي مكان. بالتالي ensure that flexibility is contact group members anywhere، أي حتة موجودة ممكن يكون تواصل. وزي الآن نحن الآن كجامعة افتراضية بنتواصل مع بعض كأعضاء فريق، ونقيم محاضرات كأساتذة مع طلاب في مجموعة مختلفة من الدول عن طريق اللي هو الكمبيوترايز او عن طريق التطور الخاص بالافتراض اللي هو الفيرشوال. وهذا عباره عن مثال او دليل لانه الكمبيوترايز هو يعني قلل من الحضوري وقلل من وكان له اسهامات كبيره جدا وميزات اكبر بناء او مقارنه مع التراديشنال او الجانب الخاص بالحضوري في المجال المعين. امره اربعه امبروف فيدباك ان اللي هو accountability، بمعنى اللي هو تحسين التغذية الراجعة والمساءلة، التغذية الراجعة والمساءلة. بالتالي إمكانية الوصول يكون بسهولة بسبب البرامج الجماعية وإداء الفريق المشروع، وبالتالي لازم يكون في عملية المساءلة في الجانب الخاص فيه، حتى إذا كان يعني هناك بعض التقصير يكون في عملية المساءلة improve feedback اللي هو بحسن من عملية التغذية الراجعة وحتى عملية المساءلة اللي هو ال accountability. أخيرا اللي هو رقم خمسة enhance visibility of the complete and clear information، تعزيز إمكانة الحصول على معلومات كاملة وواضحة clear لجميع المشاركين، يعني هذا loss every involved in the terms in trade B to the sum page and provide the running receive thus solving all information and الجانب الخاص بالانفورميشن في انه يعني البسيبيليتي بمعنى يعني تعزيز امكانيه الحصول على معلومات انها تكون واضحه في المجال المعين، لا يكون في هناك الميس اندرستاندينج في المجال المحدد. هذه هي خمسه مزايا او خمسه خصائص او فوائد اساسيه للتعاون المدعوم بعمليه الحاسوب والكمبيوتر. طيب بهنا نصل الى نهايه المحاضره الثانيه، واللي هو كان تحدثنا فيه عن جانبين. الجانب الاول كان عن طريق اللي هو الرايتنج بروسيس، وعرفنا هناك خمسه مراحل لعمليه الكتابه، والجزئيه الثانيه الكولابوريشن ات وورك في المجال الثاني في المجموعه في الجزئيه الثانيه. بالتالي هذه هي دائما نذكر به الريفرنسز، المرجع اللي هو سكسسفل رايتنج ات وورك تشويزز اللي هو سيرت اديشن باي فيليب كولين، اللي هو هذه المحاضره من ضمن المفهرسه في الشابتر 2 او الفصل الثاني من هذه الكتاب اللي هو الموضوع امامكم. اخيرا نقول سبحانك وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.